السلام عليكم شباب، اخوكم مساكم طيبين، معكم اخوكم سلمان اوري فلير، واليوم جايب لكم السلسله الجديده من هذه اللعبه، لعبه فورزا هورايزن. زي ما تشوفون السلسله اسمها ماي جراج او الجراج حقي او الجراج بتاعي اللي تبغون. الزبده ان كل حلقه راح اجيب لكم سياره من الجراج حقي. اول حلقه زي ما تشوفون جايب لكم المازراتي جراند توريزمو، افضل سياره لي، افضل سياره بالنسبه لي، يعني هي سياره الاحلام، سياره الاحلام لي يعني من فتره طويله، من اول ما عرفت المازراتي. فعشان كذا انا حطها اول حلقه، حبيت اني احط المازراتي لانها هي افضل سياره بالنسبه لي. انا افضل السيارات الفخمه، السيارات اللي كذا من اول ما تشوفها تعرف كذا انها محترمه، زي المازراتي، زي البنتلي، زي الفانتوم، اللي روز رويس، زي يعني السيارات هذه اللي اقدرها واحترمها. بس انا من الناس اللي يفضلون السيارات الايطاليه على كل شيء. اوكي، انا احب السيارات الامريكيه، السيارات الالمانيه، لكن الايطاليه هي عندي، هي في النمبر 1 عندي، يعني في خلينا نقول في التوب 5. يعني بسيارات إيطالية، يعني اللي يحبها يعني زي أغلب الناس، إنه يحب الفراري، اللامبورغيني، الألفا روميو. طبعا أنا أفضل أول شيء المازراتي، بعدين الفراري، بعدين اللامبورغيني، بعدين الألفا روميو. الألفا روميو صراحة أنا أحب سياراتها، بس إنه يعني مو بكل سياراتها، بعضها حلوة، أشكالها حلوة. وصراحة أنا مرة مستانس بهذه اللعبة اللي هي فورزا هورايزن، لأني في هذه اللعبة افوز بسباقات، اجمع فلوس كثير، اشتري سيارات كثيره مختلفه متعدده، في سيارات كثيره مره. يعني فكرت اني اسوي سلسله اوريكم السيارات اللي عندي، لان انا من اول بدات اللعبه وانا اشتري سيارات بشكل غير طبيعي، ومو بس كذا افوز بسيارات، لان في بعض السباقات تفوز بسيارات، في بعض السباقات برضو لما تفوز فيها يجيك واحد من المتسابقين يقول ابغاك تسابقني، واذا فزت علي اعطيك سيارتي. فهذا من احد الطرق اللي افوز فيها بالسيارات. توني قبل شوي تسابقت في سباق مرة كان سباق طويل ومتعب، وغير كذا انه صعب شوية. فزت بمية الف فزت بمية الف الصراحة، اول مرة اني ادخل سباق ويكون انه المكافأة 100 الف. دائما انه يعني ما هي كثير مكافآت، يعني دائما من 20 ألف إلى خلينا نقول 60 ألف، هذا أكثر شيء. غير كذا برضو كافئوني بسيارة اسمها فايبر جي تي، صراحة مرة سيارة حلوة، بس أنها يعني ما هي مشهورة. فأنا أهتم بالسيارات يعني من ناحية الأشكال أكثر من سرعتها. صحيح أن تبغى شيء سريع، لكن لو تبغى شيء سريع مثلا، أنا عندي مثلا البوغاتي، بس أنا يعني أستعملها بس للسباقات السريعة. لكن لما عندك مثلا السيارات اللي يعني تستانس فيها وانت تسوق فيها، اللي هي المازراتي، صراحة استانس وانا اسوق فيها، يعني كل سيارة تختلف عن السيارة الثانية من ناحية الثقل، من ناحية ان التحكم فيها، زي ما قلت انه في بعضها تكون ثابتة، في بعضها تكون مرة يعني صعب انك تسوق فيها وانت مسرع يعني. لكن المازراتي الصراحة افضلها على كل السيارات الباقيه، ما عدا السيارات اللي مره تجيك سريعه، مثلا زي الباجاني، زي اللامبورغيني، هذه السيارات مره سريعه تختلف شويه عن المازراتي. لكن المازراتي اقارنها بالبي ام دبليو، بالاودي، حاجات زي كذا يعني. المهم، اتمنى عجبكم هذا الفيديو، اذا عندكم اي اسئله عن هذه السلسله اتمنى تكتبونها في الكومنتس. ان شاء الله راح اسوي فيديوهات كثيره من هذه السلسله اللي هي ماي جراج. اتمنى تقترحون وش تبون السيارة الثانية، وان شاء الله اني اقدر يعني انفذ طلبكم. اشوفكم في فيديو جاي، كان معكم اخوكم سلمان، مع السلامة.